الحقيقة يعني كلام السيد الرئيس أيضا حتى هنا كيف تم يعني تأمين سيناء يعني في وقت انشغال الناس والناس موجودة في الميدان. أضاف السيد الرئيس أيضا أن الحرب في سيناء يعني لم تكن الحقيقة بسيطة، وزي ما سمعتم الأرقام الحقيقة الأرقام كبيرة جدا، نتحدث عن 1 مليار جنيه شهريا. تخيل بقى أنت المليار جنيه دول لو أنت بتحطهم في التنمية، تحطهم في التعمير وبتشتغل بيهم، بتعلم، بتعمل أي حاجة خاصة بالدولة. لكن كانت الدولة عندها شقين، الشق الأول إنها تحارب في المعركة وتحارب إنها تقضي على الإرهاب، وفي نفس الوقت كانت لازم كمان تقوم بالتنمية. تعالوا نعود ونسمع جزء أيضا من كلمة السيد الرئيس. خلال الـ8 9 سنين دول من 2011 لغاية النهاردة زادت القوات كل مرة عشان نتعامل مع التحديات اللي موجودة هناك. أنا بحكي الحكاية ديت ليه؟ عشان أنا في لقاء سابق قلت خلي بالكم، اوعى عينيكوا اوعى عينيكوا تغفل أو تنام على حاجة في جوه مصر. وكمان مش بس كده، كمان ننتبه على أي حاجة ممكن تمسنا بره مصر. أنا عايز أقول للشعب المصري كله، كان عندي خيارين لما توليت المسؤولية. خيار إن أنا أشيلكم الهم وأخلي الموضوع معاكم، وزي ما قلت مرة قبل كده أو مرات يمكن، وإن إحنا نوقف كل الأعمال ونعمل حشد إعلامي ضخم على الحرب اللي بتتم هناك. الحرب اللي هناك حرب ما كانتش بسيطة يعني. وإحنا لو جبنا لكم الأفلام مش بتاعتنا إحنا، عشان ما تقولوش إن إحنا اللي يعني تصويرنا، لا لا لا، اللي موجود على النت. طبعا كلام السيد الرئيس كلنا كمان فاكرين، علشان كده كلنا لازم نرجع ونقول الحقيقة. أنتوا فاكرين كويس قوي الطرق كانت عاملة إزاي؟ فاكرين التكسير كان عامل ازاي؟ فاكرين انه ما كانش فيه ارصفه وان الطرق كانت متكسره؟ انا فاكره كويس حتى علشان كنت تروح طريق مصر اسكندريه الصحراوي توصل بس لاسكندريه تاخد وقت طويل لكميه التكسير اللي كان موجود. كان وقتها صوت المصريين بيقول ايه؟ كان بيقول امتى ده هيتعمر؟ وامتى الطرق ترجع زي ما كانت؟ وامتى نقدر نمشي ونرجع نلاقي الدنيا زي ما كانت؟ هنا كان التعمير، وهنا كان مطالبه المصريين قبل حتى ما نسمع صوت الدولة. بس ده كلام السيد الرئيس، يد تبني ويد تحمل السلاح، دي كانت التكلفة الكبيرة. خليني أكمل كلامي مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب رئيس تحرير جريدة الوطن. مساء الخير. مساء الخير أستاذ شفقي، أهلا وسهلا. يعني الحقيقة التكلفة كانت كبيرة جدا، يعني أو فكرة إن الدولة تقوم بالعملين، أنت عندك قطار التنمية ماشي بتكلفة عالية جدا لأن البنية التحتية كانت مدمرة، وعندك كمان الإرهاب اللي كان موجود واللي تكلفته كما ذكر السيد الرئيس كانت تتكلف 1 مليار جنيه شهريا. يعني بدء قطار التنمية طبعا يعني المعجزة، أنا في تقديري أن ما حدث معجزة. العشر سنوات التي خلت أستاذ شفقي في إقليم مضطرب، نحن نتحدث صحيح. عن أكبر إقليم مضطرب في العالم كله، منطقة الشرق الأوسط صحيح. يعني منذ 10 سنوات وهي الأكثر اضطرابا في العالم صحيح. يمكن اللي كانوا يشابه اضطرابها فيما قبل كانت أوروبا في الحرب العالمية الثانية، يعني لما صحيح. نشوف بلاد بتتفكك بالكامل وتفجيرات من الداخل وجماعات إرهابية ترزح في في الشرق الأوسط وتسيطر على السلطة وبلدان كانت كبيرة ومؤثرة دخلت في اتون حروب اهليه وانهيارات من الداخل، يعني هذه النيران اتت على مصر الدوله الكبيره. مصر الدوله الكبيره يعني منذ 10 سنوات مصر تحارب على عده جبهات. مصر في ابان ثوره 25 يناير خسرت حسب تصريح للرئيس الدوله الرئيس عبد الفتاح السيسي 450 مليار دولار. هذه اول واحده. الثانيه بنيه تحتيه متهالكه. بنية تحتية لديها أزمة، دولة كانت مأزومة ولذلك قامت ثورة. يعني حتى يعني عندما أحد يتحدث
طب هو ما كانت الخدمات ماشيه قبل كده؟ لا، ما كانتش ماشيه الخدمات، لم تكن هناك خدمات تكفي، والا لماذا خرج المصريون في 25 يناير؟ لان الدوله كانت تهانكت، كانت معدلات البطاله زادت، التضخم زاد، المشاكل كبرى وما شابه، ولا لماذا خرج المصريون؟ هذه الثانيه. الثالثه، بدات الحرب على الارهاب، لان الدوله سيطر عليها تنظيم ارهابي كبير عتيق، كما سيطر على عدد من البلدان، سيطر على السلطه، وخرج منها بثوره شعبيه، خرج منها ثوره شعبيه. نحن اذا امام ثلاث متغيرات كبيره. صحيح. منطقه تموج بالاضطرابات والارهاب بشكل عام، مدعومه الارهاب في الذي كان في مصر كان مدعوما من دول اقليميه عظمى في المنطقه، هذه واحده. الثانيه، ثوره قامت اتت على الاخضر واليابس، خسر المصريون فيها ما خسروا. الثالثه، كانت الدوله التي اتت بعد ثوره شعبيه قامت بعزل تنظيم ارهابي، كان لديها تحديات كبرى، وهي ان تقوم بعمليه بناء ضخمه لم تشهدها البلدان منذ 200 سنه. يعني لما عندما ننظر الى حجم التكلفه الماليه لحجم البنيه التحتيه التي قامت بها الدوله المصريه في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ ان تولى السلطه حتى الان، نحن نتحدث عن 7 تريليون. صحيح. تريليون جنيه، يعني مليارات الدولارات، تكلفه عاليه جدا جدا جدا. في ذلك الوقت كانت مصر والدوله المصريه كما تحررت تفضلت استاذ شفقي، يد تبني ويد تحمل السلاح، كانت تحارب الارهاب، والارهاب الذي كان في مصر كان في اوج قوته. صحيح. كان في اعتى قوته. خد بالك استاذ احمد كمان انه الارهاب مش بس كان بالسلاح، احنا كان عندنا برضو الهب بالفكر، وكان عندنا برضو جماعات زي السوس مندسة. نعم. في البيوت وفي الشوارع بشكل كبير، فأنت أيضا بتحارب عدو عايش معاك، يعني مش صحيح. موجود في مكان وانت عارف المكان، لا هو متوغل في الحياة بتاعتك، كان عدو قاتل. وزي ما تفضل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم عندما تحدث اليوم عن فكرة مواجهة العدو، أنت عندما تواجه أو تجابه عدو منظم جيوش أو ما شابه يختلف تماما عن ان تواجه عدو من الداخل، اعداء الداخل دول اخطر بشكل طبعا أخطر. طبعا جماعات تلبس نفس لبسك، تتحدث نفس صحيح. حديثك، تاثير على الشباب الهالي. الصغير بالضبط كده، ماكينات شائعات، اكاذيب، يعني كل ذلك، يعني ولذلك كده خطوره الارهاب. انا في تقديري يوم الشهيد هو يوم مهم جدا، يوم ملحمة عظيمة، نحن يتذكر الناس جميعا أنين الدولة المصرية. الدولة المصرية يعني لديها أوجاع كبيرة، 3200 شهيد، أكثر من 12000 مصاب. شوف يعني كم أسرة ملتاعة. صحيح. كم يعني آلام وأبناء أبناء الشهداء وذويهم وأسرهم، كل دي أوجاع في الدولة المصرية، أوجاع أسر. صحيح. لان النهارده شفنا في قصص ازاي طفل ازاي دموعه تقريبا هزت الشعب المصري كلها. صحيح. النهارده صحيح يعني صحيح. انا اقصد ان دي اوجاع كبيره، حتى يعني ربما تكون هذه الاوجاع هي التطهير وهو العرفان والتقدير للشهيد اللي دفع دمه وروحه علشان الارض دي تفضل حره زي ما كانت. الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، رئيس تحرير جريدة الوطن، بشكر حضرتك شكرا جزيلا.